مهدي صويلح، لاعب الوداد الرياضي السابق اللي قدر يحقق الحلم ديالو في دولة كندا ويصبح مدرب لكرة القدم بعد ما هاجر كندا عن طريق مجال الطبخ وبقى شاد في الحلم ديالو حتى حقه. اليوم غنعيشو تجربة مع المهدي وغندوزو فيديو واحد. نبداو على بركة الله. السلام عليكم الشباب ومرحبا بكم في نيو بودكاست. معنا اليوم جوج ديال الناس اللي يعني عزاز بزاف، اللي ديما وبين كونيكتد زعما في واحد لا بيريود اللي كبيره وعمرنا تلاقينا ان بيرسون. واليوم جينا ندير لكم واحد البودكاست اللي تيتعلق بالرياضه في كندا باش يكون انسبايرين ويكون كما تنقولوا موتيفين للشباب اللي جاي لكندا، اللي مقبلين على يجيو لكندا سواء بورك بيرميت سواء ستادي بيرميت سواء زماكرا سواء الوليدات الصغار. دونك غنناقشوا هذا الموضوع بطريقه اللي منطقيه وبطريقه اللي غتخلي الناس يجيو لكندا ويديروا الرياضه ويكونوا موتيفي. كذلك نهضروا على المنتخب الوطني ونهضروا على تاثير كره القدم على الاقتصاد سواء الوطني سواء على الاقتصاد ديالها بصفه عامه، وغنهضروا على differences between soccer في المغرب وكندا، وكذلك غنهضروا لكم على كيفاش ترانسفيري تجيك ايميغرون مثلا خدام فاست فود خدام في واحد الاندستري معينه وتولي كوتش في الساكر. وغيهضر لنا السي المهدي والسي حسن على هذا البروسيس كامله. دونك نبداو بالسي حسن. مرحبا بك خويا حسن، نهار كبير هذا. شكرا خويا عثمان، بارك الله فيك. نهار كبير. مرحبا بالمهدي. دونك السي حسن غيحاول يعطينا واحد البريف واحد البريف ديسكريبشن ولا واحد السامري عليك نتايا ولا البروسيس ديالك في كندا، كي درتي جيتي، كي درتي يعني حولتي كلش كره القدم الى اخره. اولا السلام عليكم. اش نقول لك، انا بحال اي مهاجر جيت في 2009 لاسم حسن زهواني من مدينه القنيطره. جيت هجره شو سميتو بي ار بحال اي مهاجر. جيتي لهنايا كتقلب على خدمه، من الخدمه خصك عاوتاني تقلب على شي هوبي باش تعمر به الوقت. صح، هادشي اللي كاين. الكره عندي كهوبي مني من كنا في القنيطره وتلاقينا بالشباب المغاربه في ريدير وكان راه الدراري هنا ما شاء الله في سوا في كالغري سوا في ادمنتون كنخلقوا داك الجو، يعني تلعب الكره في الويكاند ولا في الصيف ولا كنا كنديروا تورنوات كنا كنديروا كذا. وكنا ما شاء الله صراحه هذا الموضوع ديال التدريب تتعرفت حتى على الكوتش مهدي، حيت اش نقول لك صراحه من الناس القلال اللي المغاربه اللي شفتهم عندهم هذا الباشن ديال الكره ديال التدريب. واخا نقول لك انايا كنبغي التدريب والكره وكذا، ولكن ما شاء الله عليه صراحه كيعطي وقته كل التدريب نايس الخدمه وعاد كيعطي في التدريب، يعني كيترين تقريبا 4 حتى 5 المرات في السيمانه بالدراري الصغار الفئات كامله، فهمتي؟ فقرر قال لي هضر معايا على التدريب، قلت له ان شاء الله نعاونك الله ودي، وبديت مع السنه هذه وما شاء الله غادي مزيان. بارك الله فيك. هادشي اللي كاين. برافو عليك وانت تبارك الله. تحياتي الله يحفظك. واحد المثال اللي حي زعما للشباب ولا الناس اللي غايجيو ان شاء الله لكندا باش يعرفوا على ان كندا ماشي ليميتد انك تجي تخدم وتاكل وتشرب وتدخل تنعس. كندا سي بوغ كاين الاندور، كاين بزاف ديال الاكتيفيتي اللي يقدروا الناس يستافدوا منهم. وحده منهم اللي هي كره القدم. بطبيعه الحال. ونخليو دابا الكلمه للكوتش المهدي. مرحبا بك اخويا المهدي. مرحبا خويا عثمان، نهار كبير. شكرا على الاستضافه. مهدي صويلح من مدينه مواليد مدينه الدار البيضاء. جيت لكندا في 2013، جيت عن طريق عقد عمل في الميدان ديال الطبخ. من بعد بدلنا الخدمه، دزنا الدرايفين، هذا هو الفول تايم جوب ديالي. الكره كانت عندي من الصغر، لعبت في فريق الوداد البيضاوي، لعبتي في الوداد. لعبت في الوداد، بارك الله. لعبت في الوداد 98 99 2000 2001 لعبت في الوداد. الكره زعما بحال كاع المغاربه عندنا في الدم من الصغر. راك عارف كتخرج الزنقه كتلقى الدراري كيلعبوا في الزنقه، نهار كتكون لعب الوداد تكون لعب الرجاء ولا يكون لعب المغرب، وقال لهم المدرسه ما تمشيوش كاع القراب. الفكره ديال التدريب كانت عندي ديما من نهار جيت لكندا وهي عندي في كنفكر فيها. جات الوقت قررت بانني
نبدا التدريب عن طريق واحد الكوتش اسكتلندي هو اللي سهل لي الطريق باش ندخل لهذيك الكلوب. حيت ماشي ما تقدرش غير تجي وتدخل تدرب، ما يمكنش كاين تكون واحد البوليسي تيدير الكلوب. هي كيخصك معرفه، وانت راك عارف هادشي هنايا في كندا، هي كتكون على طريق معرفه، هي كتكون خاصو يكون عندك واحد الاكسبيريونس قبل بانك فين تدربتي باش تدخل شي كلوب تدرب فيه. صح. الاكسبيريونس ما كانش ديال التدريب، ما كانش باش تدخل كيخصك شي واحد يدخل. ملي دخلنا تقريبا في ظرف عامين درنا بلاصتنا، دينا غير بالدراري ديال 8 سنين. من بعد 3 شهور ديال الخدمه، ولكن عطينا فيها الوقت ديال بصح، الخدمه ديال بصح. شافونا خدامين مزيانين، قالوا لي تاخذ الفئه ديال 13 عام. هادشي كامل كنقول لك كنديرو بدون مقابل، يعني فور فري. من بعد ملي شافوا بانه عاوتاني كاينه الريزيرفا، كاينه الخدمه، الناس تهضر عليك، الاباء كتهضر عليك، كلشي كيهضر عليك. قال لك تخدم معنا، تولي تخدم معنا، تخدم معنا بار تايم. بدينا بالبار تايم معاهم، ولينا شادين تقريبا جميع الفئات، 8 سنين 9 سنين، دراري ديال 11 عام حتى 17 عام، 13 14، كلشي كاع الفئات العمريه. وخدينا اللايسنسي عن طريق الكلوب. هو كي انفيستي في الكوتشيز، ملي كيشوف شي كوتش غادي مزيان هو كيسيفطك دير دورات. خدينا اللايسنسي، ودابا حنا خدامين على اللايسنس بي، وحنا غادي. شنو هما لي ديفيرونس اللي كاينين ما بين اللايسنس سي و بي و ار الى اخره؟ وهو قبل ما تمشي للسي خصك تكون دوزتي واحد السيرتيفيكات من الاولين، ما كدوزش لايسنس سي هو اول لايسنس كتاخذو ديال التدريب. ولكن قبل ما كتاخذو خصك دوز واحد السيرتيفيكات اونلاين، كيقولوا ساهلين سيرتيفيكات اونلاين، كيكونوا شي 5 ولا 6 ديالهم. نقدروا نحطوهم للناس، تقدر تخليهم لي في التاريخ، نحطوهم للناس اللي غادي مهتم بهذا الشيء. غادي كلشي اونلاين، يقدروا يديروهم اونلاين. يديروهم اونلاين. من بعد كدوز اللايسنسي، كياخذ لك واحد المده ديال 6 شهور. مي السؤال ديال اخي المهدي، اسمح لي اي كاتش يو اوف، هو واش الدوله تتعاون في هادشي اللي كدير دابا نتايا، ولا كديرو من جيبك ولا من مالك الخاص؟ هو الكلوب كيخلص لك هاد لي لايسنس. اوكي، كيخلصك هو اللايسنس، كيخلص لك اللايسنس. ولكن نتايا داك الايكويبمنت اللي شاري، وداك الجير، وداك داكشي اللي كاري، والستاديوم الى اخره، داكشي شكون اللي كيخلص؟ هذاك الشيء ديال الكلوب ديال النادي. اوكي. النادي كياخذ الدعم من الدوله. اوكي. هذه هي كتكون هذيك نون بروفيت اسوسيشن. اوكي. كياخذوا الدعم من عند الدوله باش كيشريوا لي ماتيريال ديالهم. وعندهم لي سبونسور. عندهم لي سبونسور حتى هما، ولكن هذاك الشيء كامل ما كافيش بانه باش تخدم بروفيسيونيل، ما كافيش. عاوتاني هادشي غنجيو ليه من بعد، ونطرقوا ليه من بعد. اوكي. ملي غتهضر على المشاكل ديال الكره، المشاكل ديال اللي كاينين هنايا في كندا، خصوصا الميدان ديال الكره، كاينين مشاكل كبيره بزاف. يعني من ناحيه السؤال اللي طرحتي عليا بانه واش الدوله كدعم، ولكن كدعم، وداكشي كامل ما باينش في من ناحيه ديال الدعم ديالهم، داكشي ما باينش. اللايسنس تيخلصهم لك الكلوب الا شافوك انك عندك كفاءه، عندك، فهمتي؟ راه كاينين مدربين بزاف، راه ماشي حنا كاينين. سمح لي نقاطعو، ولكن دابا اللايسنس اللي كيهضر عليه السي مهدي، بحال دابا اللايسنس السي هو كتكلف لك 500 ياك ولا 700 دولار تقريبا؟ تيكلف لك 700 دولار. 700 دولار اللي كتخلص الكلوب ياك. ولكن انت راه كتحط الوقت ديالك، راه كتانفيستي كاع الوقت كامل. اصلا انت اصلا فولونتير داخل
كداخل يعني متطوع فهمتي. انت خصك تكون عندك اصلا شو سميتو انت باغي شغل فهمتي الشغف انك باغي دير داك. لا ما كانش عندك هوايه تحس براسك بحال كتضيع وقت فهمتي. صح وانت كتعرف كتعجبك داكشي قلت لك العاد السنه الحمد لله ملي قال لي كذا تعاونني اكتا مع التزامات ديال الدار والوليدات وكذا فقلت ان شاء الله نعطيك جوج يومين في السيمانه وكنخدم معاه يومين في السيمانه الاثنين ولا الاربع. ولكن قبل ما نبداو درنا واحد يعني حاولنا ان حتى السيستم باش نخدموا مع الدراري الصغار يكون بروفيسيونيل فهمتي. وجلسنا درنا واحد البلان واحد الفيزيون ديال السيزون حيت كاين عندهم اللي كيخدموا كيديروا السيزون ديال الاندور وعاد كيديروا الاوتدور فهمتي. فدرنا قسمناها على الفيزيون ديالنا على الاندور وحاولنا نبسطوا الامور بالنسبه للدراري الصغار فهمتي. فما تقارنش دابا الكره هنايا ملي كتعامل مع الفئات الصغرى اللي هي اللي خدمت معاهم واليو 15 اقل من 15 عام ماشي بحال اليو 15 بحال كمثال في المغرب. صح فهمتي. كتلقى واحد يعني نقص كبير في واحد الكاع كبير بزاف فهمتي. فكيخصهم سويع كثير باش يلاه يخدموا غير التكنيك باش تخدم معاهم التكنيك كونترول بال لي باس فهمتي الحوايج اللي هما تقنيه. فتبارك الله اللي داكشي علاش هو المهدي كيزيد شو سميتو يومين اخرين وصل الاسبوع في الجيم فكيعاونهم حتى في الجيم وحاط السيت اب ديالو تمايا وكيخدم مع الدراري اللي باغيين يخدموا فهمتي. هذاك الشيء اللي كاين. والسؤال اللي ديما تيطرح لي زعما بدماغي هو كي جاتكم داك الترانزيسيون على انك جيتي مثلا بيرمي ترافاي مع تيم هورتنز ولا ماكدونالدز ولا واحد الاندستري معينه انك تسويتشي الكره وديرها كدريم قبالتك ولا كفيجن وتوصل لها وتوصل لواحد الهدف زعما واحد النهار كي جاتكم الفكره ديال شونجي كيفاش جات الفكره. هو المشكل اللي كان عندنا حسنا اصلا حنايا في المغرب هو المشكل ديال التوجيه كنمشيو كنديروا واحد كنخدموا في واحد الميدان ديال العمل الاغلبيه فينا ما عاجبوش. صح غير كيديروا غير باش نمشي نخلي الفلوس ياكلوا ينعسوا. صح هو هذا المشكل ديال علاش المشكل ديال التوجيه ما كاينش اللي كيوجهك. صح ما يقولش لك سير دير هكا وخدم سير في هذا الميدان هذا اللي كتبغي انت باش تولي تفيق مع الصباح تمشي للخدمه وانت فرحان. صح شي حنا ما كديرش حاجه اللي كتبغي اللي كتبغي حنا ملي جينا لهنايا وشفنا شنو كاين وشفنا بانه بان الميدان ديال الطبخ هنايا حتى هو ما فيش مستقبل كاع ما فيه مستقبل. الدرايفين درنا الدرايفين حتى هو بان ما فيهش مستقبل وبانه كتمشي لهاد النوعيه ديال الخدامي وانت ما ناشطش ملي كدير شي حاجه اللي كتبغيها. مثلا ملي كنبغي نمشي للكره صح الوقت كما كنحس به انا بارك الله وكنمشي تمشي ناشط. صح وكل مره كنسالي حصه تدريبيه وكنقول كنبقى نتسنى غدا عاوتاني تيجي الوقت دغيا وكنبقى نتسنى غدا يجي باش نمشي لهذيك البلاصه عاوتاني. فهمتك. لان وهادشي اللي خلاني انا الحمد لله غادي مزيان شي ملي كدير شي حاجه كتبغيها وكتخدم فيها مزيان غتعطيك 100% سلاش عطا 100%. راه كان اسمح لي نقاطعو القضيه ديال كتعطي في الحاجه وكتبغي تزيد في الوقت كنعطيه يومين في الاسبوع كنخدموا في التيران في هكذا ولكن داكشي اللي كيدار برا هو المادي داكشي اللي كدير اصلا كيفاش كتمشي للدار غير باش تصايب السيسيون ديال لونطريمون ولا باش تصايب البلون ديال راه كنا كنجلسوا تصايب البلون ديال السيزون ولا باش دير مع كنديروا كمثال في وسط السيزون كنديروا وان اون وان يعني بين البيرنتس ومع الوالدين واللاعب واحد بواحد كتعطيه النقص ديالو الحوايج اللي شتيهم شوف هما الحوايج اللي خصو يخدم فيهم فهمتي وكتعطي واحد البلان صغير فهمتي كنطبعوه وشي حوايج اللي خصهم اضافيين يديرهم في الدار يعني اللي يعني واش يمشي للجيم ولا اللي عنده التريدميل في الدار يستعملوه ولا مهم بلان خاص لذاك الدري الا كان ناقص في شي حوايج هذه الا كانت عنده هو رغبه انه بغى يمشي شي شويه بروف في الكوره فهمتي. اما الا ما كانش عنده الرغبه تماني اصلا كتقولها الوالدي يعني بلا ما تضيعوا وقتكم ولا فهمتي الا ما كانش الا حسيتي ان الدري ما عندوش ما تضيعش للسيد وقته كيجي وكذا وما تضيعش انت وقتك كتجي وكل نهار ولا يومين في السيمانه وتضيع فهمتي.
هذا الشيء اللي كاين. فالحوايج اللي كتوقع مور اللي كدير مور يعني الاوقات ديال لونطريمون كتكون زايده حتى هي، تقدر تجلس حتى لوحده الليل و12 الليل وانت خدام غير كتقلب على شنو هما الحوايج اللي نخدموا بهم هذه السيمانه، شنو هما الحوايج اللي فهمتي، فكتزاد لك الوقت ولكن كديرها وانت ناشط مرتاح. هذا الشيء اللي السؤال اللي عندي مقبل هو واش تنصحوا يعني الشباب المغربي ولا الشباب اللي كيجيو لهنايا ولا الازواج الى اخره وكيجيو معهم وليداتهم، واش كتنصحوهم يخلوا وليداتهم يلعبوا الكره باش ياخذوها ككارير ولا ياخذوها كغي اونترينمون باش ذاك الولاد يبقاو ديما في واحد يعني هيلث وايز يبقاو ديما مقادين يعني فيزيكلي وقويين في واحد الشيب اللي رائع ويبقاو مسوفليين الى اخره. واش كتنصحوا يعني ذاك الوالدين يدخلوا ولادهم يلعبوا الكره حيتاش يقدروا ان جوغ يوليو كيلعبوا في الناشونال تيم ديال كندا، ولا كتنصحوهم يدخلوهم باش يبقاو شادين السوفل ديالهم وشادين الفيزيكال ديالهم يبعدوا على الماريوانا والشراب الى اخره. بالنسبه ليا اسمح لي المقاطعه، بالنسبه ليا اي سبور كيختاروا الوالدين كيجيو لهنايا سي نورمال كيكون الاب والمراه ديالو ولا الوالد كيكونوا مشغولين بالخدمه والستريس ديال الخدمه، وحتى في البدايات كتكون صعيبه شي شويه. صح ملي كيجي كتكون ما عندوش طوموبيل ولا ما عندوش هادي، فداك السنه العام الاول ولا الاخر يلاه كيقلب على الاستقرار ما بين الخدمه وبين يعني فين السكن وفين غيكون، فهمت؟ ملي كتفوت ديك السنه الاولى ولا السنه الثانيه وداك الشيء علاش الاهميه ديال كمثال جمعيات كمثال جمعيه ديال ادمنتون ولا جمعيه ديال كالغري هنايا ولا يكونوا واحد الحلقه توصل بين الوالدين، يعني المهاجرين فاش كيجيو سيرتو فاش كيكون عندهم الاولاد صح يجيو لهنايا يحاولوا يقيديوهم ويسهلوا لهم الامور حيت ما كيكونوش عارفين. صح فهمت؟ فملي كتفوت ديك السنه الاولى حتى السنه الثانيه والانسان كيستقر يدخل ولده لشي سبور، هادي فيها هادي ضروري شي اكتيفيتي منها. علاش؟ اول حاجه الا ما خرج يعني الا ما خرج بروفيسيونيل في ذاك الدومين ولا في ذاك السبور على الاقل كتبعدوا على شي حوايج اللي هما خاوي اللي شي اللي هما اللي ما مزيانينش ليه في المجتمع، وغيبقى حنا كنعرفوا ديالو مزيان. هذه هي الاولى، وحنا كنعرفوا المجتمع هنا راه صعيب شي شويه. الا خليتي ولدك غير شي شويه ما رديتيش ليه البال ولا ما كاينش وقته عامر ولا اما غيمشي في الفيديو جيمز ولا غيمشي لك الدراري اللي ما مزيانينش ولا وانت ضيعتي فيه، فهمتي؟ وحوايج اخرين الا دخلتي له الكولتور ديال السبور اصلا في ذاك العمر صح. ديال 7 سنين حتى 10 سنين وكذا فكتمشي معاه مدى الحياه كتبقى معاه وكتعاون وتدير الديسيبلين ديال الفريق. دابا كتلقى عندنا الدراري تبارك الله حتى المهدي ما شاء الله عليه سيريو في الخدمه، كتلقى الدراري انا حضرت الدراري كيبكيو كاع يعني في الخدمه كيبكيو. علاش؟ حيت كاين ستريس ديال خصهم يديروا واحد الحاجه بواحد السيستم وهما مولفينش على انك تقول لهم لا خصها تكون هذه ولا خصها تكون هذه، كتزيرهم فكي فهمتي كتحس به ما مولفش على الديسيبلين ولكن داك الزيار كيتيمار ليه فهمتي هذاك الشيء اللي كاين. فالدري الا دخل وتعلم على الديسيبلين في كاسبور غادي تعاونوا في حياته، غادي تعاونوا في خدمته، غادي تعاونوا في كل شيء في حياته الشخصيه بواحد الشكل كبير، فهمتي؟ هو اول حاجه حنا ما كنخدموش مع الدراري باش يوليو برو، هذاك الشيء اللي كاين. تخدموا حنا كنمشيو كنديروا خدمتنا اللي خاصها دار باش تولي برو، هذاك الشيء كيعتمد على الدري وعلى الوالدين، على الجهد ديال الدري وعلى الوالدين تاعهم. ثاني حاجه بان باش ننصحوا الناس واش يدخلوا ولادهم سبور، اول حاجه انا كننصح الاباء يحضيو ولادهم هما الاولين، يحضيو ولادهم من النايش من مثلا الطريقه اللي لا ما نوصلوش، حنا باقي ما نوصلوا لهذاك الشيء. دابا حنا ملي كنمشيو ندربوا الدراري الصغار تنبعدوا شويه من نعلموهم التكنيك ونعلموهم كوره مثلا، كتولي المونطال كنوليو عتي باش كنبولدو هذاك الشيء ديال الدري من الصغر. تصور معايا من الطريقه ديال كيفاش يوقف، كيفاش يجري، صح، كيفاش يجلس، كيفاش يهضر، كيفاش يطوندي الى اخره. هادشي خدمه ديال اش خدمه ديال الاباء، واش كيشوف الاب ولا ما كيشوفهاش، واش كيشوف ولده بانه اش يقولوا لا مونغلي ان كوردري، واش كيشوفه ولا ما كيشوفهاش،
هو الاب واش كيشوف ولدو غادي مقاد واش يشوف ولدو غادي كيجري عاد باش نجيو نشوفوا الكره شوف بعدا ولدو مونطالمون كيدير صح راه راه قلت لك انا راه عندي الدراري ديال 8 سنين شي 60 دري اللي كي 60 اما كنظنش واحد فيهم زعما تتشوف فيه كتقول هذا واقف وعنده وقت الكره كتشوفو من الوقفه ديالو ما كاينش لعدة اسباب منها الجو ديال هاد البلاد اللي كيخلي الدري يبقى جالس في الدار بزاف لي ماصل شتي يوليو ضعاف بلاي ستيشن على الجو نقطه مهمه سبيك اب اخي يعني نقطه واعره اه وكيخلي بان لي ميوسكل ديال الدري كيولي ضعيف يا كيزيد في الوزن يا ما كيبقاش يعرف يجري يا ما كيبقاش يعرف يوقف تيبان لك الدري غادي يهوج دونك عندو امباكت اه حنا حتى الطريقه باش تتعامل مع الدري هنا ماشي بحال المغرب دابا لي كوتشيز في المغرب ما كي ترينوش الدري الصغار ومو ستريسي كيكون هو علاش كيدير كي 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 كيكون كيكون ستريكت مع ال مع ال مع ال الاباء عاطين له الجرين لايت انه يدير اللي بغا انا ما نقدروش نديرو انا كنوليو كاع كنكونو ديسيبلين وحاضرين راه وصلنا ناري شنو كتقول عندك سونسيبل هنا سونسيبل بزاف الدراري كيبكيو بزاف الدراري عندهم اي دي اتش دي على الجد نقدر نقول لك راه واحد المرض اللي شائع بزاف اللي كامل هنا بصح على الجد هادشي اللي كيشاريو معاك البنات كاين اللي ما تيقولش لك كاين اللي كثر من هادشي اكثر من هكا يعني انا عندنا الخدمه شويه زايده مع الدراري الصغار الاباء كيف قلت لك نصحهم يحضروا هاد اللعيبات هادو من الاولين اللي عنده شي وقت يخرج مع شي وقت خاوي يخرج مع ولدو يجري معاه يدي معاه لاصال قبل ما يدير شي كوتش راه حتى كدي كترينا ساعتين في السيمانه صح راه ما يمكنش يخرج لك الكوتش هذا يخرج لك شي حاجه شنو بان لكم في النتيجه ديال المنتخب وشنو بان لكم في الافكار بصفه عامه هو خاصنا غير نعرفوا بانه غير دابا واحد 3 شهور فوقاش كنكون في ديسمبر في الكوب دي موند الاخر راه هاد الدراري هادو راه فرحونا في كاتريام مونديال كلشي ناشط كلشي فرحان كلشي كره ما فيهاش ديما الربح وكره كتلعب على دي طاي صغار دابا حنا كمتفرجين وحتى انا نحسب راسي حتى انا كمتفرج الى جيت نبقى اليوم رابحين انا فرحان اليوم خاسرين نبقى نسب ونعير انا كنتسمى انا كنولي مع ديك الفئه ديال الناس اللي كيتفرجوا وما تيفهموا والو في الكره ما انا بالنسبه لواحد كيفهم في الكره كيبان لي المنتخب غادي مزيان غادي المنتخب بس بالمنطق ديالك كمدرب كواحد بروفيسيونيل انا بالمنطق ديالي كمدرب المنتخب غادي مزيان والدراري هادو مازال غي يجيبوا الكوب دافريك ومازال غيفرحونا ومازال غيزيدوا ومازال غادي يهزوا الدرابو ديال المغرب مزيان كيف قلت لك راه الكره كتلعب على الديطاي راه كون عاوتاني كون خشى حكيمي وكره الامور عاوتاني متغير تغيرت تقول لي لا ما تعطيهاش الحكيمي نقول لك راه حكيمي راه بروفيسيونيل راه كيلعب فين كيلعب في باريس سان جيرمان لا ولكن نقول لك واحد الحاجه اخي المهدي والسي حسن واخا انا زعما ما تعمقتش في الكره لعبت الكره في الصغر كاي مغربي غير هو حكيمي بلاج ديالو حيت الكره كتبقى بيزنس في الاخر هي لعبه ولكن في نفس الوقت بزنيزه كيصوروا منها الانسان الفلوس والماركتينغ الى اخره دونك حتى حكيمي بالعمر ديالو واش عطيه ديك البيناتي هو اللي كاين غيتيري حنا عارفين انا خليني نعطي الراي ديالي مهم مع احترام الراي ديال السي مهدي فهمتي الموضوع ديال الخسار ديال المغرب اما غتناقشوا ك يعني كمحلل ديال الاداء ديال المنتخب نوتر بلا عاطفه فهمتي ولا غتناقشوا يعني كعاطفه جالس في القهوه باغي نربحوا حنا كمغاربه كاملين بغيتي تشوف المنتخب ربح ديما فهمتي وانا كنسيباري يعني شخصيا كنسيباري المنتخب ديال المونديال مع المنتخب ديال دابا كومبيتيسيون دابا دخلوا ليها الافريقيا المدرب كنظن في نظري انا لدابا ما غتلقاش شي بديل كاينش بديل
هادشي اللي عنده ياك. دار اخطاء ولا ما دارش اخطاء؟ فريمون دار اخطاء كاين، دار اخطاء في اختيارات اللعابه، شي اختيارات ما كانش غيديرهم، بزاف الناس غيقولوا نفس الهضره فهمتي. ولكن الاختيار ديال الحكيمي هو تار بيلانتي ولا ما تاراش، كيتحمل المسؤوليه السيد راه بروفيسيونيل. الا هو خدا المسؤوليه وبغى يدير بيلانتي كيدير بيلانتي، راه حسن القصه ما فيهاش لا، راه بروفيسيونيل هذاك. فما كنبقاوش ناقشوا واخا رجعت ضربات الاخر ولا بيلانتي، هذاك ما كيهمش. انت علاش كتساي انت البيلانتي باش تربح الماتش ولا واش فهمتي؟ الماتش كيتربح في 90 دقيقه. كاين انا كنشوف غير كماتش كاين كنخالل في التوازن ديال الفرقه شي شويه، وهذه طبيعه الحياه يعني، كتبقى اختيارات ديال المدرب. عندك واحد عندك الفرقه كيخص يكون فيها واحد التوازن من في الجهه اليمنى والجهه اليسرى. عنده الجهه اليمنيه مزيانه، كاين شويه الخلل في الجهه ديال ديال الاملاح والزلزولي ومزراوي الشيبي ولا مزراوي، كاين مشكل شويه تما. ما يمكنش خص يكونوا عندك كلهم واجدين فهمتي. فكتلقى كمثال فاش كيدخل بوفال ولا كتحرك شي شويه واخا ولكن عندك مصاب، ما يمكنش تعول على الناس اللي هما مضروب ولا ديجا جاي من ضرب فهمتي. فهذوك هما اللي هما شي حوايج اللي ما كروشلي يعني في الكره مهمين، فخصو يقلب مهمين. فما هادو هما الاختيارات اللي نقدر نعقب على على الطاقم ديال المنتخب ما يدير والو. وكاين هادشي صح كنقول لك راه كنعيشو انا كنشوفو عيشلي على فلان تيتمنى لي بانه يخسر باش يبان انه باش ينوض هو يبوستي كون عيط على علاش ما عيطش على هذا، ولا جبت شي مقاطع ديال هذاك اللاعب اكس كيدير مزيان ويجي قارن بهذاك اللاعب اللي كان اللي عيط عليه في الكوب دافريك بشي لعيبات ما كانش كيديروا مزيانين، ويقول لك شوف هذا كيفاش كيدير وشوف هذا كيفاش داير. الا بقينا بحال هكا راه وقيلا انا كنظن، انا بالنسبه لي كنظن وقيلا هذاك الكوب دي موند ما ناخذوش غيجيو حتى الاخر، تتبقى واحد اربع سنين الاخر ويقول لك البرتغال والاسبانيون ولا غير. انا بعدا كنشوفها بحال هكا. هادشي باش غادي دابا الجمهور كنسميه الجمهور ديال الكره كيفاش غاديين، كيبان لي انايا بان ما نستاهلوش ناخذ الكوب ديمو، ما نستاهلوش ننظموا الكوب ديمو، لان المنتخب كيفاش تتقسم الاول اللي كي الاول سبب الاقصاء الاول وهو الجمهور، البريشر اللي دار على اللاعب. كلشي كيبوستي بالفينال، كلشي كيبوستي حنا خصنا نديوها، حنا كاطريان مونديال خصنا نديوها خصنا. اما تمسك ملي مشيتي للكوب دي موند، ملي مشيتي للكوب دي موند راه ما مشيتيش، راه ما مشيتيش وانت عليك ضغط. اول دير دومي فينال لا ما مشيتيش مضغوط، كلشي تيقول انا ولا انت بلجيكا غتربح، المغرب بغى يلعب ثلاث ماتشات وغيرجع بحال هكا. اوكي استقل المغرب كاطريان مونديال، هادشي باش ما كانش عليهم واحد الضغط. ملي كيولي الضغط زائد انه عوامل اخرى من الجو ديال لافريك، زيد عوامل اخرى بان اللعابه هاد اللعابه بروفيسيونيل خايفين تيخافوا على رجليهم، وهادشي زعما حقيقي كيخافوا. حتى حكيمي 70 مليون ديال 70 مليون ديال الاورو كيلعب مع مثلا اللاعب، رغم ذلك راه كيحط في التيران وكيحط عندك ما كتشوفوش كيدخلوا في احتكاكات، راه ما كتشوفوش داك حكيمي اللي كتعرف انت في باريس سان جيرمان، ولكن كيعطي الماكسيموم. ملي انت كتلعب حكيمي كونتر مودريتش ولا كتلعب حكيمي كونتر البرازيل، تشوف حكيمي واحد اخر المليون دولار لعبه مع المليون دولار. ملي كتلعب تاع المليون دولار مع 50 مليون 60 مليون لعابه ما معروفينش، تقول لك دخل في الكام ساعات داخله هذه وهذه بحال اللي كتقارن مثلا الفيغمونت مع السوبر ايت، هذه حقيقه. ما يمكنش الاخر تيشيفري 30 مليون ديال الدولار تقارن مع السوبر ايت كيدخل 500 الف دولار في العام. دونك كتقارنهم بجوج باين الكامب سيت ديالهم الاخر يغلب الاخر، دونك الانسان تيخاف على ليكاليتي ديالو. بالنسبه لي انا ديك القضيه ديال الجمهور وكذا هي خليو الناس اللي بروفيسيونيل يديروا خدمتهم صافي. عندك الجامعه عندهم دي بروفيسيونيل كي عارفين اش كيديروا، عندك المنتخب عنده طاقم تقني عنده كذا، الا شافوا انه شي حاجه ما خداماش غادي يصلحوها والامور غاديه. تقدر تنتقد تقدر كذا من بعد ما تسالي، ولكن الا بقيت كتدخل دائما العاطفه ما 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 انت ماشي بروفيسيونيل اصلا، ما كتهضر غير من يعني بالعاطفه. هما ربحوا تقلقتي، هما خسروا تقلقتي، هما ضربوا برا تقلقتي فهمتي. انا اصلا هما الناس راه عارفين اش كيديروا،
خليهم يخدموا هادشي اللي كاين صافي. الا شافوا انه خصهم يبدلوا مدرب راه غيبدلوا مدرب ما غيتشاوروش معك. شنو هي الامباكت ديال هذا السؤال اللي قبل الاخير، الامباكت ديال السوكر على ولا كره القدم؟ سمحوا لي مره بالرفع، ماشي مشكل، لا ماشي مشكل، على الاقتصاد ديال المغرب ولا الاقتصاد ديال اي دوله. يعني كره القدم بصفه عامه كما تعرفوا المغرب دار الدومي فينال في لاكوب دو موند، قال لك كلمات موراكو تغوغلت تقريبا اكثر من شي 20 مليون مره، وساعدات في الاقتصاد، ما تنقول الاقتصاد داخل فيه بزاف ديال اندستريز بحال التوريزم مثلا، فاطمه يدخل واحد العدد دخل داك العدد متريبلي ولا سي نورمال. المنتخب فاش وصل للرابع راه ولا وصل للدومي فينال سي نورمال، تزادت في السياحه، الناس باغيين يزوروا يسمعوا المغرب، بغاو يشوفوا المغرب كي داير، وخا اصلا ديجا معروف ما يحتاجش يتعرف، ولكن تزادت الناس ولاو كيقلبوا كيمشيو يشوفوا، ضروري غادي تزاد هذه حاجه. ولكن الاهم اللي لاحظت انا تزادت هو تزادت الرغبه في الدراري الصغار انهم يدخلوا للدومين ديال الكره، ولاو كيطالبوا والديهم باش يدخلوا الكره، وعندنا حنا في العائله كاينه فهم، فكتلقى تزادوا اكاديميات صغار، تزادوا جمعيات، واخا كتلقاهم في احياء وما شاء الله عليهم، كيكون واحد لاعب وعنده واحد الخبره شويه. عندنا في قنيطره ما شاء الله عجة ديال الجمعيات اللي تزادوا اللي كنلاحظ غير في الفتره اللي مشيت، كتلقى الدراري اللي كما قلت لك عندهم خبره شويه لعبوا كره تما وكبروا في السن ولا، وكيعاونوا الدراري الصغار، ها اللي كيتطوع، ها اللي كيعاونها وغادي يعني. فها التطور هذا يعني من هنا 5 سنين، من هنا 4 سنين 5 سنين غادي تشوف الثمار ديالو سي نورمال. وزيد عليها شوف، غير جبت لكم قبل ما تبداو في الاخر، ان قنيطره ما شاء الله في الميني فوت بلا ما تهضر عليها، معروفه بلا ميني فوت دقيق ما شاء الله غادي فهمتي، تبارك الله. فهذاك الشيء اللي كاين، وهو من ورا المونديال بزاف ديال الجمعيات تحلوا، بزاف ديال الجمعيات ديال الكره تحلوا، ولينا كنشوفوا الدراري الصغار عاوتاني ضاربين داك التوني ديال البلاد، ضاربين ديال المدرسه، ولات بزاف تايج شحال هذه ما بقيناش هاد الاجواء هذه. كيف قلتي التوريزم تزادت بزاف، تيبقى دابا خاصنا نستغلوا هاد الفرصه هذه. دابا الدراري الصغار كثروا بزاف، لي كلوب تحلوا بزاف، خاصنا هادوك المؤطرين نعاونوهم، هادوك لي فورماتور نعاونوهم، الناس اللي عندهم تجربه يدوزوا لهم دورات تكوينيه، انفيسيو في الكوتشز بزاف. علاش دابا ولا عندك النمبر صح، ضروري غتقدر تخرج لا دوموند كثر، غتقدر تخرج دابا برو بلايرز في الفيوتشر، ولا عندك نمبرز كبير لاول مره واقيلا كطرف اكزاكتومون حتى في لي شوا ديال المدرب لاحظتي الركراكي ولا كيوحل اللي خاصهم يركزوا عليه دابا حاليا، وهو يعلموا التكوين، يكونوا هاد المدربين هادو تكون عندهم واحد شويه ديال الصبر لو موتيفهم ماديا، الموتيفيتي ماديا، حيت ملي كتجيب الدري راه عرفتي نرجعوا لنفس هذا الشيء بغيت نربطها مع هنايا، ملي كتجيب 50 دري وكتعطيه واحد ولا جوج دري ممكن خاص تكون واحد، خاص يكون واحد كونترول لهاد لي كلوب هادو، وما نضيعوش، نستغلوا هاد الفرصه هادي كيف قلت لك، ونخدموا مع الدراري في الكونتي تكنيك على الجهه ديال بصح. لان دابا علاش دابا اللعابه ديال البطوله ما كاينينش في المنتخب؟ تكوين ما كانش. الشباب رساله للمغاربه نجي نجيو لكندا، ورساله للشباب اللي كيمارسوا كره القدم، شنو تبغي تقول للجميع؟ وكذلك كنت واحد النقطه ذكرتيها لي اللي هي التكوين، درنا ديال المدربين. هو هذا هو المشكل اللي كاين، هذا هو المشكل اللي كاين في المغرب. علاش دابا ما كاينينش البطوله المغربيه ما بقاش كتصدر اللعابه لاوروبا؟ علاش؟ لان اللاعبين كاع مكونين مزيان، وهذا هو السبب اللي كيخلي اي ناخب وطني يجي كي اغنور اللعابه ديال المغرب، لانهم التكوين ما كاينش من الصغر. ما عندناش لي زاكاديمي بزاف باش تطلع لعاب مكون مزيان، خصو يكون عندك
شو دابا ملي ولات عندنا الاكاديمي ديال محمد السادس خرجوا عندنا واحد ثلاثه ولا اربعه كيلعبوا في لوروب، لان فاش كتكون في اكاديميه كتكون كونترولي من عند المدربين، والاكاديمي ما كتجيبش اي مدرب، كتجيب كفاءات اللي غادي يكونوا لك الدريب في كاع الفئات. تمسيو كاين واحد البرنامج ديال العمل، الا بغى يكون مزيان في الكونترول دوبا راه حاطين ليه واحد السوايع معينه خصو يساليهم باش كيولي برو لايك ماستر ان الكونترول، عاد باش كيدوز واحد التوبيك واحد اخر. هادشي اللي ما كاينش في لي كلوب ديال المغرب، مثلا الوداد الرجاء الماس الافا ما كاينش، كيجي كيقول اش خاصهم، خاصهم دراري واجدين تكنيكمون. المدرب ما عندوش الوقت بانه باش يحط واحد السوايع معينه للدراري الصغار باش يوليو ماستريو مثلا الكونترول دو بول ولا الشوتين ولا هادي ولا هادي ولا ما كاينش داكشي. بلاص تيسالي لونطريمون الدري كيمشي ما كتعرفوش شنو كيدير. هذا عاوتاني ما كاينش السويفي فالو اب، ما كاينش على هذه النقطه اللي قلتي هادي. اسمح لي كم على هذه النقطه اللي قلتي، هذاك الشيء كيتخدم في الفئات الصغرى عاوتاني، فهمتي؟ فاش كيوصلوا للفئه يعني ديال السينيور المدرب راه ما يبقاش يخدم مع هذاك الشيء، يعني يخدم داك الشيء خفيف، ولكن راه داك الشيء كيتخدم من الصغر، يعني الفئات الصغرى يتخدموا. انا اللي هضرت عليه قبيله على التكوين ديال المدربين، حيت قلنا لك انا في الثوره اللي وقعت ديال الكره جمعيات بداو كيبانوا، خص نهتموا بهاد المدربين الصغار اللي يلاه كيكونوا في الاحياء وكيكونوا فهمتي الدراري الصغار باش يطلعوا، نعاونوهم ماديا، نعاونوهم بالتحفيزات، نعاونوهم بشي حوايج اللي هما ونظموا ليهم هاد المهنه هذه، فهمتي؟ هذه هي الاولى. حيت كتلقى انا ربطها مع كندا كمثال، كتلقى كندا ما كايناش في الصوره الكرويه في العالم، يعني في هاد الفئات من يو 20 ونزل لتحت ما كتلقاهم ما كاينينش. علاش؟ الا قلبتي على التكوين، على المدربين اللي كيخدموا اغلبيه في الفئات الصغرى هنا في كندا، اغلبيه ديالهم متطوعين، اغلبيه ديالهم واحد متطوع، ولا كيكون اب عنده ولدو في الفرقه وكيجي كيعطي وقتو، ما عنده لا تكوين ما قاري ما عارفش يعني في الكره ما يعطيك والو اصلا، فهمتي؟ ففي المغرب الا اهتمينا بهاد الفئات هادو غادي تبارك الله تكون عندنا ان شاء الله ثوره كرويه مزيانه. هادشي اللي بغينا، هادشي اللي بغينا نخدموا عليه، بغينا اكاديميات اكثر، بغينا ننفيستيو في البطوله المغربيه اكثر. هادشي غيخلينا باننا نعطينا منتخب قوي مستقبلا وبلاعبين محليين، فهمت؟ ما بقيناش غادي نبقاو نجيبو نبقاو نتسناو حتى شي واحد، كنحسبوهم حتى هما مغاربه هذوك اللي في هولندا اللي في فرنسا اللي كيجيو، حتى هما راه مغاربه، حنا ما كنشكوش في الوطنيه ديالهم، ولكن بغينا حتى حنا ناس طالعين من المغرب زايدين وعايشين في المغرب ومكونين في المغرب، باش حتى حنا تولي عندنا مدرسه. يبدا يقول لك المدرسه المغربيه بحال المدرسه البلجيكيه، بحال المدرسه الاسبانيه. باش دير هادشي خصك واحد برنامج عمل غادي عليه المغرب كامل، غادي عليه. دابا ملي كتمشي لاسبان تيكي تاكا كاع لي كلوب غادي سيستم واحد، عندهم سيستم. ملي كتمشي لفرنسا، فرنسا كيفاش تبدا الكوب دي مون بلي ترانزيسيون، حتى هما عندهم مختصين بواحد التوبيك، عندهم واحد بوان فور، عندهم واحد لي بوان فور. البرازيل كانت كدي الكوب دي مون بلي زانديفيديال، كانوا واعرين 1 فيز 1 2 فيز 1، كانوا تكنيكمون طالعين بزاف. بغينا حتى تكون عندنا قاطعك هاد القضيه ديال البرازيل، باش نوقفوا عليها. البرازيل عندهم واحد الثقافه ديال الميني فوت بحال اللي قلتي، اغلبيه ديال اللعابه كتلقى يعني طالعين من الميني فوت كصغار، وكيتحو يعني الميني فوت اصلا فاش كانت كتعاون الناس ولا اللعابه، العدد يعني العدد ديال لمسات الكره اللي كيقيسوا كتكون اكثر انه فاش كيتريني في تيران كبير، فكي عنده كيتحاور مع الكره اكثر، فهمتي؟ كيقيس الكره اكثر كدري صغير ومزيان ليه. فهذه اسمح لي نقاطعك على قاطعتك على راه غير كيف قلت لك، غير التكوين ديال الدراري الصغار، وهذه نقطه مهمه للمدربين. ما تجيش تقول ليه مثلا، نعطيو غير مثال، ما تجيش تقول ليه ضرب البالون وضربه بالليسز، تقول ليه شوف استعمل الليسز. لا، راه في لي زاكاديمي في اوروب راه كيمشي معاه ستيب الاولى، ستيب الثانيه، ستيب الثالثه، ستيب الرابعه،
كيفاش ضربه في لي كلوب ديال المغرب. وانا هادشي كنشوفه وهادشي انا دزت فيه وانا لعبت في الوداد. تيقول لك ضربه شوتي كونترولي في الصدر، ما تيقولش لك كيفاش تكونترولي في الصدر، كيقولش لك ما كيعطيكش ليطاب الاولى حتى الضربه ديال البالون، ما تيقولش لك كيفاش كيفاش الحركه الاولى الحركه الثانيه الحركه الثالثه الحركه الرابعه، ما كاينش. هادو هما لي ديطاي اللي كيتخدموا عليهم مع الدراري الصغار باش كتطلع لعاب مكون 100% تي كونترولي مزيان، تي باسي مزيان، تي شوتي مزيان، كلشي مكون. كيبقى داكشي ديال الطاكتيك وداكشي ديال المونطال ملي كيمشي عند بروفيسيونيل. دابا انت حنايا كمدربين مبتدئين حنا المهمه ديالنا شنو؟ المهمه ديالنا هو انفورمي اللاعب، نطلعوا واحد اللاعب. حيت التكنيك فوقاش كتاخذو؟ كتاخذو من 11 عام 14 عام، كتفوت 14 عام ما عندكش التكنيك، من الرابع المستحيلات تولي تاخذ التكنيك. هذه المعلومه هذه واقله قليل اللي عارفه. من 11 ل 14 تيتخدم التكنيك، تيتولي تكنيكمون مزيان. الا ما خديتيش، الا ما حطيتيش السوايع كثار في الاعوام هذو في المده، ما عمرك تاخذو في 16 ولا 17 ولا 18 ولا شي حاجه، ما يمكنش. لهذا كيف قلت لك نانفيسيو في المدربين، وما نبقاوش ديما انت لعبتي الكره، انت لاعب دولي، اجي ندخل ندعموك باللايسنس وداك الشيء. راه كاينين الناس كيفهموا في الكره وما عمرهم لعبوا كره، صح، دعموهم حتى هما عندهم ما يقولوا عندهم. انا راه ما لاعب دولي ما والو، دخل ريدير بغي تسولهم على الكره يجي يقول عندهم. دونك دراسه تبارك الله، هذا وما سخيناش بالديسكاشن، الله ما سخينا ان شاء الله. واصلا الموضوع طويل ما شاء الله، طويل او نكستنديو 700 حلقه، مي غنجيو ان شاء الله عندكم الفيديو ان شاء الله. مرحبا، الله يهلك، نجيو الديره ان شاء الله. نشكرك السي حسن، تحياتي لك، الله يكبر بيك. نشكركم الشباب، السلام عليكم. كان معكم عثمان المهدي وبو حسن، تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، تلاقاو في كونسيبت جديد مع اندستري وحده اخرى، مع ناس وحده اخرين. هذا هو البلان، السلام عليكم.